لكن مني سيداتي أجمل باقات الوقت وأعقد نسمات الزرق وأبلغ عبارات التوقير والاعتراف، لأنك رمز المحبة والعطاء والطاقة المتجددة لكل عام وأنتم بألف خير. وفي الأخير أريد أن أهنئ السيد المدير العام على تعيينه الجديد مع متمنيات لما له بالتوفيق والنجاح وشكراً. أولاً تحية للمرأة العاملة فلارا، ومن خلال كنا إلى زميلتي اللي هي مدير خدمتي مدير السكان والصحافية أخبار الدروس المغربية، ما تفوتنيش الفكرة أنني كذلك نحيي بحرارة مدام ريم الجيراني مهندس التواصل مع إعلام مدينة من خلال كنا كذلك أحيي المرأة المغربية العاملة العربية الإفريقية والعالمية. هي ربما لاحظتوا ليموسيون اللي كانت عند سي زهري، هي أكيد لحظات لم تجد فيها الفرح بالحزن، فبقدر ما كرجال إعلام نفرحانين ترقية اللي حصل لها واللي يستاهلها سي زهري، فحزينين أننا نفرقوا واحد الشخص اللي فتح قنوات ديال التواصل مع رجال الإعلام وأعطى للإعلام القنيطري القيمة ديالو اللي كان فقودها هذه المدة. شكرا سي زهري، وكل يوم فرصة جديد ومفكر جديد ان شاء الله. اللي كنبغي انا هو انك دوز لي، لان كنشوف عيون انا اللي تنتج كما ذكرت الفرح بالحزن، ولكن هذه سنة الحياة. دوز لي السيد المدير العام اللي جا فيما يخص التعامل الجيد اللي كنتو كديرو سي زهري، وكذلك بما المسائل ديالنا حتى التواصل، باش يبقى ذاك مجلس التواصل مفتوح ما بين الاعلام اللي هو عين ديال الناس، وكذلك بين الوكاله المستقله للماء والكهرباء. شكرا لكم يا نساء، شكرا لكم. بصفتكم صاحب الفضل الأكبر في تواجدنا في هذا الصرح المتألق والقيم الذي قد جمعنا على روح المحبة والتعاون على الروح الأسرية. سيدي الكاتب العام، كل الاعتزاز والفخر وبكل ما يحمله القلب من تقدير وحب، فإن الكلمات تعجز عن التعبير، وكل عام وأنتم والمرأة الكهرمانية. بمناسبة عيد المرأة العالمي، الوكالة تتنظم كل سنة كتهتم بنا وتقدم لنا الهدايا وكيهتم بنا السيد المدير العام، كنشكرو على هذه المبادرة اللي كيديرها كل عام دائما، وجو سوات من بون فيت أ توت لي فام. نحمي المدير العام الوكالة ديال سونيتيرا، مشى إن شاء الله المدير العام بجديدة، نتمنى له التوفيق والنجاح ومسيرة موفقة إن شاء الله. المرأة الأخت والزوج، هذه المرأة هذه المحطات الحاسمة كالقوم، حيث أن المرأة هذه المحطة الأخرى ما كنركزوا عليها، كان عندها واحد رغم صعب في هذه المعادلة، وكان عندها واحد تأثير إيجابي
هذه النتيجه. الحمد لله بان عندنا في الوكاله مراه بهذا المستوى. المراه كأم كانوا امهات كيعيطوا لنا وكيدعوا معنا باش نوصلوا لهذه النتيجه. المراه الزوجه كانوا المناضلين كيسهروا وهما واقفين وسلموا الدراري وكيعاونوهم على هذه النتيجه. الحمد لله في المحطات كلهم كنلقاو المراه في الصفوف الاماميه. اليوم معنا الاعلاميين باش نبينوا على التقدير ديال الشخصيه ديال السي زهير. كنقولوا اجست بسيط جدا كبير قبل السير مازال صحيح ان شاء الله وتشدوا مع بعضياتكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا في لاشين يوتيوب أو فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد أو زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.